الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، ولكن في الدول الخليجية تختلف التحديات من خلال الانضمام إلى برامج مسرعات الأعمال وحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار وريادة الأعمال. Digital economy and support the growth and expansion of modern economy. Institutions based on innovation and technology toward the growth and activate high efficiency accelerated programs. فإن التعليم الجامعي هو نقطة الانطلاق لدعم الابتكار، يساندها في ذلك الصناديق التمويلية بالتأكيد. والقطاع الخاص يدعمون التوجه في تطوير استراتيجية وطنية لدعم الابتكار ودعم أصحاب الابتكارات ودعم المؤسسات البحثية التي تعمل في نطاق الابتكار. My team is creating awareness regarding the importance of social innovation through online and offline interactions with government departments, colleges, universities, and all other international, internal and external stakeholders. إنشاء إدارات أو الجهات متخصصة في اللجان متخصصة في الأمن السبراني وكذلك حماية البيانات الشخصية. تأكيد على أهمية دعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات الابتكارية. كما تهدف جامعة الكويت إلى تعزيز إمكانيات المستفادين من خدماتنا وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم التي تتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الرقمية التي أمست تشكل خارطة الطريق للعالم وتطور. المستقبل هو للإبداع والابتكار والاختراع الرقمي، ليس أي شيء آخر. هو ما سيجعل أكبر وجعل أكبر شركات الدنيا هي الشركات الرقمية. إننا نسعى ونؤكد أن الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها ومنظماتها قادرة ومستعدة للتعاون مع كافة الشركاء لتأسيس وترسيخ دور الذكاء الاصطناعي ودور الابتكار فيما يخص التحول الرقمي نحو حياة أفضل لكافة المجتمعات وفي كل دول العالم.